بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم هو السبت الموافق 21/5/1448 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 22/2047 من ميلاد عيسى عليه السلام. هذه الحلقة رقم 37 من حلقات في سلسلة برنامج عام عن الأديان. الحلقتين السابقتين تكلمنا عن التجسد والحلول وخطورته، وبينا عواره، وبينا أن هذه هي عقيدة غريبة جدا لم تعرفها البشرية من قبل. طيب، الله سبحانه وتعالى في الفكر المسيحي هو إله يتجسد أو يحل في إنسان. معناه يتجسد يعني يتحول إلى إنسان أو يحل في جسد إنسان. طبعا الله سبحانه وتعالى كما نرى في الفكر المسيحي أنه تحول إلى إنسان، يعني لم يعد إله، يعني أبدا لم يعد إله. عندما نرى في سفر التكوين مثلا عندما أكل الطعام مع الملائكة اللي جو إلى إبراهيم عليه السلام، وطبعا لن يأكل الطعام طعامنا الذي نأكله كبشر إلا إنسان مثلنا. طبعا قصة نجدها في سفر التكوين كمان معروف. سفر التكوين لنقرأ مثلا الإصحاح 18. طبعا ظهر الرب عند بلوط ممر هو جالس في بيت الخيمة إلى آخره. طبعا قصة معروفة، حتى أنه يقول هنا أنه أحضر لهم عجل وإلى آخر القصة. ثم قال في العدد 8 كان هو واقف لديهم تحت الشجرة أكلوا. هي ملائكة والله سبحانه وتعالى تجسدوا في أشخاص طبعا شكل بشر وأكلوا. طبعا قد يكون هناك الملائكة تتجسد أو تتشكل في أشكال ناس، ما تأكل الطعام، تكون لا روحانية. جبريل كان يأتي في شكل بشر مثل شكل الدحية أو غيره، لكنه لا يزال يعني بطبيعته لا يأكل الطعام. لكن هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني تخلى عن طبيعته الروحانية وأصبح إنسان يأكل الطعام. إذن عندما أكل الطعام فهو بالضرورة أن يتحول إلى إنسان. طيب لنأخذ مثلا كذلك أن الله في الفكر المسيحي قد تحول إنسان بالفعل ولم يعد إله، لم يعد إله بالمفهوم الذي لا يرى أو بالمفهوم الروحاني. طبعا نجد ذلك في أول إنجيل يوحنا، دعونا لنقرأ طبعا الإصحاح 1 العدد 1. يقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يعني الكلمة صار الله، يعني أنا لا أدري هل الله مرتين أو الله واحد، لكن هنا الله تحول إلى لا. هنا نقول في 14 نقرأ في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد 14، والكلمة صار جسدا. الكلمة صار جسدا، من الكلمة الله، وكان الكلمة الله، وحل بيننا إلى آخر الكلام. طبعا إذن صار أصبح بشر، أصبح إنسان، أصبح جسد ملموس. سؤال،
هذا الجسد عندما أصبح الله جسد ما ليس هناك داعي أن يحل في جسد، لأن جسد يحل في جسد ما تمشي يعني. يعني أن إنسان يدخل في إنسان بلحم ودمه ما تمشي هذه يعني، ما تصير. يعني عندما الله أصبح في العهد القديم إنسان وأصبح في العهد الجديد إنسان، فما في داعي يحل في أحد. والسؤال، هل الله حل في أحد في العهد القديم؟ حل في أحد؟ من هو الشخص اللي حل في حتى أكل الطعام بطبيعته الناسوتية كما يقولون؟ أبدا لم يحل في أحد، بل أصبح إنسان. الملائكة كما قلنا أو حتى الأشباح ممكن تتشكل في شكل الناس لكن تبقى بطبيعتها. لنأخذ مثلا طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أصبح إنسان فبالتالي يلد إنسان، إذا كان الله إنسان فيلد المسيح إنسان لا مشكلة. لكن الله ليس إنسان، أين نجد ذلك؟ نجد ذلك في العهد القديم في سفر العدد. دعونا لنقرأ سفر العدد، نأتي إلى سفر العدد ونجد أن الله سبحانه وتعالى ليس إنسان ولا ابن إنسان. سفر العدد 33:19، ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. الله له إنسان ولا ابن إنسان، إذن كيف أصبح إنسان في العهد القديم وفي العهد الجديد؟ الكتاب المقدس يقول أن الله ما هو إنسان ولا ابن إنسان، هذه تناقضات. هنا عندما نقول أن الله ليس إنسان فبالتالي لا يلد إلا إله مثله. مثلا الإنسان يلد إنسان، لكن الإنسان قد يصنع آله. الله إذا بيلد والعياذ بالله فيلد إله مثله، يلد الله ثاني. لكن ممكن يخلق، كما أن الإنسان ممكن يصنع، ممكن يخلق خلق يناسبه. الله يخلق إنسان، يخلق حيوان، يخلق أشياء، لكن الله لا يلد. ولو افترضنا أنه يلد فيجب أن يلد إله مثله، إله مثله نسميه الله. نسميه الإنسان كما قلنا يلد إنسان، إذا الإله يلد إله. طيب لو قلنا المسيح يلد مسيح، سمي المسيح هاي اسم ما في مشكلة، سمي الإنسان محمد أحمد اللي يكون. الإله سمى جهوفا ولا ذا، لكن هو إله. إذن الله يلد والعياذ بالله يلد الله. إله يلد إله، إنسان يلد إنسان، مسيح يلد مسيح، حيوان يلد حيوان. سلمنا أن الله والعياذ بالله يلد، فإنه يجب أن يلد الله ثاني. طيب طبعا الله غير منظور للناس، فبالتالي هل ممكن يكلمهم وهم لا يرونه؟ يعني ممكن أن الله يكلم الناس وهم لا يرونه، لأن الله لا يرى. لكن المسيح كان يكلم الناس وهو إنسان يرونه إلى آخره. طبعا عندما تحول الله إلى إنسان في العهد القديم، طيب هل بقي إنسان أم رجع إله؟ هذه قضية أخرى. طيب المسيح كان عند الله، هذا في البدء كان عند الله. طيب هل كان الله حالا فيه؟ طيب هل شيء يلد من الله والله يحل فيه؟ طيب هذا المسيح ولد من الله، يعني هو مع الله من الأزل. طيب هل كان حال إن الله فيه مختلط في الله؟ وعندما طلع من الله هل حل الله فيه على طول؟ يعني عقيدة هذه غريبة جدا صراحة، أنا ما أدري كيف الناس يعتقدين هذا الشيء صراحة، أنا لا أعرف.
طيب، الكتاب المقدس يقول إن الله ليس إنسان والله ما يرى، لكن موجود أن الله تحول إنسان وإبراهيم رآه وسجد أمامه وتكلم أمامه ووقف أمامه ولم يقف أمام شبح أو أمام خيال لله، لا أمام شخص حقيقي، لأنه أكل الطعام. لو كان الله تشكل في شكل شبح فلم يكن الطعام، لكن أنه فعلا كان جسد من لحم ودم، الله تحلى إلى جسد من لحم ودم وأكل الطعام. في قصة إبراهيم العهد القديم عندما جاءوا إلى تدمير سدوم وعمورة. طيب هنا نجد أن المسيح هو كما يقال ظهور لله، يعني عندنا وضعين. الله حل في المسيح مثلا ولم يتأثر بطبيعة المسيح، يعني الله نور، الله روح، الله طاهر، حل في المسيح، والمسيح جسم يعني زي ما تقول غير طاهر، مثلنا يأكل ويشرب ويذهب إلى الخلاء إلى آخره، غير طاهر. لكن الله ما يتأثر بالجسد المسيح، كما أن الشمس أشعة الشمس لا تتأثر بأن تشرق على القاذورات أو إلى آخره. إذن نجد أننا أمام أمرين، أن الله بقي الله والمسيح هو المسيح، وهما موجودين في الجسم. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون الله والعياذ بالله قد اختلط بجسم المسيح وأصبح جسم المسيح، ونجد عندنا ناجي آخر، نصف مقدس نصف غير مقدس، نصف طاهر نصف غير طاهر. بالتالي الإله الذي خبر عن الإله الذي في حضن الله خبر ولم نراه أصبح ناتج آخر غير طاهر. نجد هنا في السفر في إنجيل يوحنا يقول 18، يقول الصحيح الأول عدد 18، الله لم يره أحد قط، الله ما رأى أحد قط. إذن كيف الله رأى إبراهيم في العهد القديم وأصبح إنسان؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الابن الذي في حضن الآب، من متى هو في حضن الآب؟ يترى في حضن الآب ولا كان مع الآب في الثالث المقدس، يعني كان جزءا لا يتجزأ من الثالث الأقداس، يعني الآب والابن والقدس كانوا جزء، كانوا سواء، كانوا متحدين مختلطين. طيب أم أنه كان منفصل؟ فإذا كان الأقنوم قائم بذاته فلا يحتاج لغيره، إذا كان أي أقنوم آب ابن روح قدس مستقل بذاته فبالتالي ما يحتاج لأحد، يعني ما يحتاج لغيره. إذن هنا الذي في حضن الآب خبر. طب هذا الذي خبر هو انعكاس للذي لا يرى. الله لا يرى، الله روح طبعا ليس كأرواحنا لا يرى، لكن الذي ترجم عنه والذي هو شخص المسيح، إذن هو ليس الله. إذا كان هذا خبر وليس الله، إذا قلنا أنه جزء من الله لله طبيعتين، طبيعة بشرية وطبيعة إلهية، طبيعة ناسوتية وطبيعة لاهوتية، بالتالي أصبح لله طبيعة غير طاهرة، أصبح لله طبيعة جسدية غير طاهرة، تذهب للحمام، تأكل وتشرب، تنام، تتعب، ممكن نقتله، ممكن نبصق عليه، ممكن نصلبه، ممكن نرمي بحجر إلى آخره. إذن طبيعة هذه أصبح الإله له طبيعة ناقصة أو نجسة، بالتالي ليس عندنا إله مقدس 100%، أصبح عندنا طبيعة تأكل الطعام وتذهب إلى الخلاء
وبالتالي تموت. وهذا ما حدث في الصليب، مات الناسوت، الطبيعة البشرية ماتت، ماتت على الصليب، وبالتالي جزء من الله مات، جزء من الله ما مات. إذن الجزء اللي مات هل هو أكبر من الذي لا يموت؟ هل الناسوت أكبر أم اللاهوت أكبر؟ يقولون لا، الناسوت اللاهوت حل في اللاسوت ليعطيه قيمة غير محدودة. طيب إذا أعطاه قيمة غير محدودة، فكم قيمة تساوي قيمة الآب قيمة اللاهوت؟ إذن كيف أعطاه؟ هنا نقول أن نجد في الكتاب المقدس أن الماء الحفرة الصغيرة ما تأخذ مع البحر، الله سبحانه وتعالى غير محدود، فكيف هذا الجسم المحدود يقبل أو يعني يحتوي الغير محدود؟ هذا تناقض آخر. طيب هنا نجد أن هذا الجزء من الله، الجزء الناسوتي البشري الغير طاهر، نقص ألوهية الله، نقصت يعني طهارته ووفاء يعني بره إلى آخره. هنا يقول في إنجيل يوحنا مثلا، نأتي إلى الذي يقول من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. طيب ممتاز، مثلا نأتي إلى إنجيل يوحنا 10:30 الآية المعروفة، يقول أنا والآب واحد. طيب ممتاز، إذن المسيح يقول أنه كجسد بشري هو يساوي الله اللاهوتي، الله الروح. هذا تناقض آخر، كيف هذا الكلام؟ يعني هل الجسد يساوي الروح؟ إلا أن تقول أنا والآب واحد في الهدف، هذا شيء ثاني. طيب هنا يقول في إصحاح 14، طبعا إنجيل يوحنا 14:9، طبعا يقول طلبوه ان قال ارنا الاب كفانا، فقال للمسيح انا معكم وقت طويل وما عرفتني يا دعونا لنقرا هنا، انا معكم زمان هذه مدتي ولم تعرفني يا فيليبس، الذي راني فقد راى الاب، فكيف تقول انت ارنا الاب؟ اذا بالتاكيد اخر ان الابن كجسد بشري يمثل الآب 100% كلاهوت كروح. هذا يقول أنا والآب واحد، إذن المسيح هو الله، الله الجسد، إذن الله أصبح جسد أو جزء من الله جسد، وجزء من الله لا نراه، الذي لا نراه هو الروح، روح الله، الله روح ليس كأرواحنا طبعا، الذي يمثله لنا هو جسد، جزء من الله يمثل، مثل أنا أمثل صوتي، أنا هو أنا الجسد أنا، لكن أمثل العقل اللي ما موجود، إذن تمثيل هذا، إذن الجسد هذا يمثل الله، إذن ومن هنا لا غرابة أن يقولون أن لله عقل، الله يحتاج إلى عقل حتى يفكر به، ويحتاج إلى روح حتى يحيا بها إلى آخره. احنا نقول الذات الإلهية ذات كاملة لا تحتاج الأشياء هذه. طيب نأتي هنا لنرى أن عندنا أن المسيح عليه السلام يقول أنه إنسان، أكد لنا مرات أنه إنسان. طيب يقول أنه إنسان، ما قال إنه الله. طبعا بولس في لما قال الناس ان بولس وبعض الحواريين شافوا ناس الى اخره، فالناس قالوا هذه الآلهة صارت بشر، بولس قال لا، عدلهم قال لا، واحتج بكثير من جد ذلك في اعمال الرسل 14:11-15، سفر اعمال الرسل 14:11، هنا يقول فالجميع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا أصواتهم بلغة
الإيقانية قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. ناس بولس وبعض الحواريين شافوهم وسووا معجزات إلى آخره، فالناس قالوا لا هذول آلهة أصبحوا في البشر. بولس قال لا احتج عليهم، وقال يعني قال أيها الرجال، نحن نقرأ في سفر أعمال الرسل 14-15، أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت الألم مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر كل ما فيها. هذا بولس، الرسول بولس ينكر تشبه الآلهة بالبشر، مجرد تشبه ما هو بتحول إلى بشر. يعني هم قالوا إن الآلهة، إن الآلهة تشبهوا بالناس، ما قال تحولوا إلى ناس. فبولس ينكر مجرد أن الآلهة تتشبه بالبشر، فكيف تقولون أنتم أن الله أصبح إنسان في سفر التكوين لما أكل الطعام، وفي أول إنجيل يوحنا 14 والكلمة صار جسدا؟ إذا الله صار جسد ما في داخل في الجسد خلاص. طيب الموضوع هذا موضوع حقيقي يعني شائك جدا. طبعا ما أريد أن أتوسع كثيرا، لكن أريد أن المسيح طبعا يقول في إنجيل يوحنا 14-10 يتكلم إن الله فيه والحواريين فيه وإلى آخره. ما أتمنى أن الأحباء النصارى، أنا صراحة يعني من هذا المكان كنا لهم كل محبة واحترام، وأنا دائما أكد نحن المسلمين، المسلم دائما نؤكد ونحرص على التأكيد هذا، أننا نحب كل البشر ونحترم كل العقائد والأديان، ولسنا يعني ضد أحد ولا نكره أحد، لكن محبتنا لله ولرسله والبشرية تدفعنا، وهذا واجب أن نبين الحق بكل محبة واحترام. نقول هذه المعلومات بكل محبة واحترام أدب، لسنا هنا للتهجم على العقائد مهما كان كنا نختلف معها، لكن نبيكم أن تفكرون يعني ولو بشيء من الجدية. طبعا نحن نقرأ من إنجيل يوحنا 14-10 يقول ألست تؤمن إني أنا في الآب والآب في، يعني المسيح يقول هو في الآب، هو أول من صار في الآب، الجسد دخل في الآب. طيب ثم أصبح الآب فيه. طيب إذا من اللي حل في الأول الثاني؟ الله أعلم. طبعا في موضع آخر يتكلم عن أنه ليس المسيح فقط هو اللي في الآب، بل الحواريين هم اللي في الآب، الحواريين والمسيح والله ثم في بعض. طبعا نجد ذلك في قبل ما أجل هذا المرجع، أحب ألفت نظركم إلى آية هنا في إنجيل يوحنا 14-12 يقول المسيح يقول الذي يؤمن بالمسيح يعمل أعمال مثل المسيح، لا بل أكثر من المسيح. نجد هذا في إنجيل 14-12 يقول هنا الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها لأني ماضٍ إلى أبي. إذا كان واحد يؤمن بالمسيح فهو يعمل أعمال معجزات وأشياء مثل المسيح وأعظم من المسيح. إذن لماذا الله لم يحل في الناس اللي آمنوا بالمسيح لأنهم بيصبحوا أعظم من المسيح؟
اصبحوا اعظم من المسيح، لان هم ايش يعملون اعمال اكثر من المسيح. اذا ممكن الله يحز اي واحد من النصارى مثلا المؤمنين بالمسيح ويصبح اله ثاني، هو يمثل الله بالجسد. عندنا البابا مثلا يمثل الله بالجسد، نقول البابا هو الله الظاهر في الجسد. واي واحد قسيس راهب خادم اي شيء شماس سمي ما تسميه، اذا هنا باب انفتح ان كل من يؤمن بالمسيح منطق ان الله يحل فيه، وهو يصلح ان يحل الله فيه، ويكون نص الله الثاني الناسوت. اذا من يؤمن بالمسيح فهو نص الله الناسوت، الذي يترجم نص الله اللاهوت، يعني الله الروح، هذا ترجمه الله الجسد. بالتالي عندما ياكل باب او اي واحد يقول اكل الله الناسوت وذهب الى الخلاء، والله الناسوت مات، كل الناس في الاخير بيموتون، لان كل من يموت فهو يموت جزء من الله. ما هذه العقيده ارجوكم؟ انا لا اريد ان يعني تطرق لاشياء يعني او ينفع الانسان، لان هناك ما هناك شيء صراحه يعني يخلي الانسان يعني يذهب عن طول احيانا. نقول ان الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ليس كمثله شيء. يقول المسيح عن نفسه طبعا في انجيل يوحنا 48، تعالوا اللي نبغى 48 يقول هو انسان. ما نقدر نقول ان الله، نقدر نقول ان الله حل فيه. وناس قال كلامنا الاول نصف لاهوت ونصف ناسوت. طيب طبعا يقول انه انسان، ما قال انه اله. يقول وانا انسان قد كلمتكم بالحق، نقرا من انجيل يوحنا 48، وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله ابراهيم. اذا نقول عن نفسه انه انسان. كما قلنا ان ممكن الله حلف الحواريين او حلف اي واحد، لان الحواريين هم هو المسيح والله واحد. طبعا نحن نقول هم وحده الهدف وليست وحده الجوهر. ف يعني هنا المشكله ان اصبح لله جوهرين، جوهر لاهوتي جوهر ناسوتي، جوهر روحي جوهر جسدي، جوهر طاهر جوهر غير طاهر. ما هذا الاله اللي له جوهرين؟ الله سبحانه وتعالى في الفكر الاسلامي له جوهر واحد، جوهر الله ليس كمثل شيء. لا نقبل الا من الانسان او مثل الروح او ان الله روح، نقول مجاز. لكن حتى الله ليس كمثل، وليس قلنا من روح ان كما الروح اللي نفهمها. الله يبقى فوق الوصف، لا تدرك الابصار ولا الابصار، ليس كمثل شيء، المسلم البصير. هنا يعني يقول في الكتاب المقدس ان الله لم يرى احد ولم يسمع صوت احد. والمراجع طبعا نقولها باختصار يعني هنا ان الله لم يرى احد ولم يسمع صوت احد. طبعا وهو اله محتجب. أن في سفر الخروج 23 23 أشعياء 25-15، يوحنا 1-18، إنجيل يوحنا، عبرانيين 11-27، رسالة يوحنا الأولى 4-12-20، هذه تذكر أن الله لم يرى أحد. والله ما يرى أحد. هذا ما أحببت أن أقوله باختصار شديد في هذه العجالة، خطورة التجسد والحلول، وأن الله أصبح إنسان وحل في إنسان. فوجدنا هذه المشاكل التي قابلتنا، وجعلت هذا العقيدة تكون عقيدة غريبة جدا، لم
يا ألفها أحد قبل. أرجو أن نكون قد وفينا هذا الموضوع شيئا مما يعني جيد قوله. وفي الختام أحب أحييكم أيها الأخوة المشاهدون ونقول لكم نحن نحبكم وليسنا ضد أحد، نحب الجميع ولا كره لأحد. وفي الختام أحييكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.